بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للنقل البري ونادي سيارات الملك الأردني وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية، تنظم أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق ندوة التدريب المهني في مجال النقل البري بعنوان التدريب المهني في النقل البري. طبعا الفائدة من تنظيم مثل هذه الورشات هي أول شيء تبادل الخبرات بين المشاركين الموجودين واللي هن بيمثلوا تقريبا أكثر من 20 دولة عربية وأوروبية وأسيوية وروسية، ففي عنا مشاركين من دول عديدة. وجودهم مع بعض اليوم في هذه الندوة بيساعد كتير وبيساهم كتير في تبادل الخبرات ما بينهم. معظم هدول المشاركين هم مراكز معتمدة من قبل الأكاديمية الدولية الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، وكلهم في عندهم مراكز تدريب وكل مركز بيدرب طبعا بالقطاع تبعه. فوجود هذه المراكز كلها مع بعض ووجودها في هذه الندوة بيساعد على أنهم يتبادلوا الخبرات مع بعض ويشوفوا كل مركز شو عم بيعمل وكل واحد يستفيد من خبرة الثاني. تأتي هذه الندوة تماشيا مع حملة الأمم المتحدة فيما يخص عقد العمل من أجل السلامة المرورية التي تهدف إلى تقليل عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها بواقع 5 ملايين ما بين الأعوام 2011 و2020. طبعا هذه الورشات مهمة جدا في تدريب وتطوير قطاع النقل في الأردن، ونحن في الأردن نستفيد منها بشكل كبير، حيث أن هنالك تعاون بين الاتحاد العربي للنقل البري ومنظمة الIRU وهي أكاديمية متخصصة في النقل على مستوى العالم. طبعا هم يعطون الخبرة الكافية لتخفيف نسب وفيات على الطرق من خلال النقل البري، ودورات مكثفة في من خلال نادي سيارات الملكي بيسموها دورة CPC وهي دورة الجدارة المهنية للمدراء شركات النقل في الأردن. طبعا هذه تنبع أهمية هذه الدورات بإعطاء معلومات للوقاية والحد من حوادث الطرق في المملكة. تأتي هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال التدريب المهني ومشاريع السلامة المرورية والإجراءات المتخذة في الدول المختلفة بهذا الخصوص. ويذكر بأن نادي سيارات الملكي الأردني هو أول مركز اعتمد عام 2010 من قبل الاتحاد الدولي للنقل على الطرق للتدريب ضمن المعايير الدولية في الدول العربية، وهو الوحيد في الأردن. عبدالله الكفاوين لبرنامج دنيا الصحافة.